3-2 يلا. ويا عقواتي ضدنا سمعنا الخبريه عن الثوره السوريه. يا عقواتي ضدنا. ما نشاهده الان ليس فريق عمل لفيلم عالمي، انها كاميرات صغيره ومعدات بسيطه صنعت بأياد قصيرة، بالإضافة لخبرات كثيرة اكتسبت خلال سنوات طويلة من عمر الثورة. هذا كل ما يمتلكه مخرج برنامج حكواتي الغوطة سامي وزملائه من أجل إنجاز أول عمل درامي ثوري في الغوطة الشرقية، يصور الواقع السوري بحذافيره. سلامات يلي سهرانين معنا، نحمد الله يلي فيكن يا أحرار جمعنا. هلا نحن اول شيء بلشنا بالعمل هون بمعدات بسيطه، سوينا شاريو محلي يعني شغلات بسيطه وسياب عاديه وكذا، حتى المعدات الاضاءه مثل ما شفتوها هي عباره عن صحن كرتون وركب عليه لمبه يعني عم نحاول انه نسوي شيء احترافي بالامكانيات المتوفره هون. خلال حلقات البرنامج يروي ابو عمر الحكواتي قصصا تختلف كثيرا عن القصص التي كان يرويها الحكواتي سابقا، فجميع القصص التي تروى في هذا العمل هي أحداث حقيقية وقعت في الغوطة الشرقية، يقدمونها بشكل درامي مشوق يتخللها أغاني شعبية بنكهة ثورية، يلقيها منشد الغوطة أبو ماهر صالح بهدف مواجهة الحرب الإعلامية التي تشنها وسائل إعلام النظام لتشويه صورة الثورة. بيئة الحكواتي هي البيئة الشامية اللي كانت بكل سنة وبرمضان عم تنوجد يحكوا فيها حكايات عنترة والفرسان والحكايات الخرافية. نحن لا، عم نحكي حكايات ثورتنا، الحكايات الحقيقية اللي صارت لنواجه شوي تضليل إعلام النظام، نواجه الشيء اللي عم يبثه النظام من سموم عن ثورتنا. حكواتي الغوطة عمل درامي احترافي، هو الأول من نوعه في الغوطة الشرقية، يتم من خلاله توثيق أحداث الثورة وإظهار الحقيقة بشكلها الحقيقي، كما يشمل العمل على تقديم طرح نقد بناء وهادف لمسار الثورة السورية. هذه من جديد أورينت نيوز، غوطة دمشق.